السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم المكنسية. كي درتم مع الصحيحة لاباس عليكم، كنتمنى تكون احوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله غنصايبوا الهريسة بثلاثة ديال الاشكال. غنديروا الهريسة الحارة خلاص اللي كتر العتية ديال العادية، وغنديروا الفلفلة حارة غبرة، وغادي نديروا الفلفلة مرقدة. يعني ديال الوقيته ديال الفلفله نستغلوا هذه الفرصه باش نخليوها على طول العام، نستغلوها بلا ما نضطروا نشريو من برا. عندي هنا واحد الكميه ديال الفلفله حاره، تقريبا عندي هنا 2 كيلو ونص حاره. هذه راه قطعه بزاف اكثر من القياس. ديك الفلفله الصغيره كتكون حاره بزاف. اللي غسلناها غسلتها ونشفتها مزيان، وحيدت لها الزريعه ديالها، وحيت لديك النباته داك الراس الخضر داك الشابو ها هي. وعندي هنا فلفله حلوه العاديه الحلوه، اختاريت هنا غير الحمراء نيت باش كنعاونوا بها باش ما كتجيش حاره قطعه بزاف. تقريبا عندي هنا واحد الكيلو ونص ديال الفلفله حلوه. غناخذوا الكسكاس ديالنا غنحطوا فيه الفلفله هذه الحاره، هي الاولى حيت كتقب الطياب، وهاد الحلوه دغيا كطيب. بالنسبه للبنات منين تبغي تخدموا حاولوا تستعملوا ديما الليقات هكذا، على حساب حاره بزاف كتبقى لاصقه في اليد، واخا كتغسلوها تتغسلوا يديكم كتبقى شاده الحروره بزاف. من بعد غنديروا الفلفله هذه الحلوه من فوق. غنديروها في البرمه كتبخر تفور واحد تقريبا واحد نص ساعه د المكانه، ونحبسوا عليها. الهريسه ديالنا صافي، الفلفله ديالنا راها صافي طابت، حسبنا لها داك الوقيت. المهم صافي راها طابت مزيان. نحتاجو معها دابا غنحتاجو حامضه مصيره ونص، حامضه وحده ونص. غنقبطو ديك الحامضه غنعصروها من داك الماء. هذه معلومه خاصكم ديروها ما بين عينيكم، عصروا داك الحامض باش ما يبقاش فيه الماء، حيت داك الماء اللي كيكون في الحامض هو اللي كيخسر الهريسه، كتولي الهريسه ديالكم كدير الصوفه وكتغمل. يعني داك الماء عصروا الحامضه مزيان عاد 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 قطعوها. غنحتاجو الفلفله حلوه واحد 2 معلقات بابريكا، وغنحتاجو معلقه ديال الكمون، وغنحتاجو زيت العود زيت البلديه والملحه. غندوزو دابا باش غنطحنو. نديرو الحامض، كان عليا ندير الحامض من تحت باش كيسهل الطحين. بالنسبه للبنات الطياب ديال هذا الحار، حاولوا ما امكن اما الصباح بكري تنوضوا وطيبوه وتحلوا الشراج مزيان، لحقاش ملي كطيبوا الحار يعني ملي كتبدا الكسكاس يخدم اولا اللي كديرها في الكوكوط، يعني ديك الريحه من نفس ديال الحار شويه راه كتكون شويه صعيبه، كيبقاو العينين كيضروا. يعني ما تحاولوا ما طيبوهاش في الليل، اولا انا كنلقي طريقه زوينه اللي عندها سطح تخدمها طيبها في السطح، لي عندها طبق ما وداكشي ما يمكنش طلع طيب في السطح وداكشي. انا كنديرها في الشرجم، كناخد الريشو ديال الضو وكنحطو في الشرجم، وكنحط الكسكاس ديالي تما، وكنسد الشرجم. يعني النفس ما كتدخليش نهائيا للدار، الريحه ديال الفلفله كتمشي لبرا ما كتدخليش للدار. يعني كنلقيها طريقه زوينه. غادي نزيدو فيها شويه ديال بابريكا، فلفله حلوه اولا اللي كيقول لها الشاونيه، نقولوا لها الشاونيه. غنزيدوا تقريبا واحد نص، تقريبا ما كاملش نص كاس ديال الزيت،
تقريبا غير ربع كاس ديال الزيت، حيت باقي غنزيدو عليها من الزيت من الفوق، وغنزيدو الملحه تقريبا هنا. هنا الكميه عندي كيلو تقريبا، واحد 5 د المعالق د الملح. صافي غنحطوها دابا فوق النار فوق العافيه، ونبداو نحركو حتى تشرب نهائيا. علاش؟ لحقاش ملي فورنا هاد المساله، المساله ديال الحامض، راني قلت لكم عصروه حيت فيه الماء. هذه اول حاجه، الحامض فيه الماء خصنا نعصروه، حيت داك الماء راه هو اللي كيخسر الهريسه كيخليها تغمل. وثاني حاجه، ملي كنفوروها في الكسكاس راه كيبقى ديك الفلفله ملي كتفور كيبقى فيها الماء، قطرات ديال الماء، يعني داك الماء حتى هو كيخسرها لنا. يعني ضروري اننا نعطيوها كميه د الملحه وانها طيب، الا ما طابتش راه غتخسر لكم. يا الهريسه ديالي انت راه شربت نهائيا، عطيوها التحرك ما تغفلوش عليها نهائيا. هيا انا هنا راه ما درتش بالزريعه، كل اللي كيديرها بالزريعه هي كتجي زوينه، كتجي حرشه. هذه جات رطبه، هذه بحال طاباسكو، يعني كتجي زوينه، كتجي رطبه. الاخرى كتجي شويه بلديه، كتجي حرشه. غنضيف لها الكمون، معلقه ديال الكمون. ونسيت البنات ما قلت لكمش، عندي هنا راس ديال الثومه، راس كامل ديال الثومه طحنته مع واحد 3 ديال المعالق نيت ديال الهريسه، طحنته معاها في الروبو، وغنضيفوها ليها. هذه اخر مرحله، راس ديال الثومه كامل. صافي وغنحركو. صافي دابا في هذا الاثناء انا غنطفي عليها البوطه هانتي. بالنسبه للبنات هنايا، هنايا درت الهريسه وهي بالزريعه، درتها بكل شيء لها بالزريعه وطحنتها تقريبا. انا هنا عندي راه فاضت ليا كامله، ملي كتبدا تطبخ كتبقى ترش. تقريبا هنا درت واحد 4 كيلو اللي درت. هي دابا راه باقا شويه جاريه، خاص حتى توكح في مره وتشرب وتولي خاتره. صافي خاتر، ما يبقاش فيها حتى السلمه. عاد ديك درت لها، درتها بنفس الطريقه د الاخرى، نفس المقادير نفس الطريقه، غير انا بغيت نوريها لكم. ها هي بالزريعه ديالها كتجي زوينه. من بعد ما عمرت الحار مزاود ديالي، درت هنا اليازير، ودرت خلاص هذا الثومه. وهنا نسيت ما قلت لكمش، ورقه ديال سيدنا موسى ضروري، ورقه سيدنا موسى هي كتحافظ وكتعقم في نفس الوقت، كتعطي داك المذاق ديالها. انا عمرتهم هنايا، غير دكوا القرعه مزيان، عمروها مزيان، لحقاش ملي كيترقد الحار راه كيخوى من الداخل، بحال كيتجمعوا، يعني كيبقاو لي سباس بيناتهم. غير عمروها. غنزيد عليهم الزيت البلديه، زيت الزيتون، غنخويها عليهم حتى الفوق حتى يتعمر القرعه. حاولوا تعمروها حتى المهم تغطى لنا الفلفله كتحبسوا. هانتي جات على هاد الطاله صافي، وكيبقى لنا مده عام سنه كامله، وانتم كتستهلكوهم كيبقاو زوينين، ما كيغملوا ما كيديروا الصوفه ما حتى شي حاجه، غير هما ما خصهمش يتقاسوا باليد. دابا ملي حطيناهم بيدينا، ولكن ملي نجي نستهلكوهم الفرشيطه باش تهزوا، والزبيته كتهزوا بمعلقه، ما تقاسوهمش باليد. وهنا بالنسبه لهذا الفلفله حاره، هنا قبضت واحد الكيلو ونص ديال الفلفله حاره، قبضتها زلقتها كامله. انا اختاريت هنا ديك الغليظه، هانتوما كتشوفوا شتي غليظه حتى هي حاره، واختاريت الرقيقه هاد الطويله هادي، يعني خلطتها هانتي وزلقتها في واحد الخيط. غديروا خيط ويبره، خيط ويبره، الخيط يكون طويل، يكون ما كيتقطعش، يكون شي خيط يكون قاصح، اولا دوبلوه، الخيط يكون دوبل على ربعه، وغتشدوه غتقبطوا غتدخلوه في وسط مثلا الفلفله هي هذه، الفلفله هي هذه، غتدخلوه في هذا العريش، في هذا الجدير هذا، في هذا الشابو، غتحشيو تما ليبره، ماشي في الفلفله، ماشي في الفلفله، غتدخلوه هنا في هذا الخضور، هي هنا في ما دخلتو ليبره، وحده مع وحده، وحده مع وحده، حتى تساليوها كامله
ها هي انا وجدتها. غنتعلقوها اللي عندها البالكون اولا في الشرجم، اي بلاصه هكا تكون فيها الشمس والهواء، وغتعلقوها تخليوها تيبس تتيبس نهائيا، تولي قاصحه نهائيا. كتحسوا بديك الزريعه ديالها ملي كتشدوا الحبه، ملي كتشدوا الحبه هكا كديروا لها هكا كتحركوها، كتحسوا بالزريعه كتحرك، يعني راه يبست نهائيا. وهاد التشكيله ديالنا ديال الحار انا وريتهم لكم كلشي. نبداو من اليمين، هنايا عندنا هذاك الزلاق اللي وريتكم داك النهار في الفله حاره في الشمس حتى يبس مزيان، وحيت له داك الشابو، ومن بعد ولا على هذا الشكل هذا. كتشدو كتمسحوهم، دوزو عليهم شي زيف تمسحوهم، وكطحنوهم في هذا في الروبو، كيطحنو كيوليو غبره، وكتغربلوهم اولا تخليوهم. انا ما كنبغيش نغربلهم بصراحه، كيجيو زوينين. ها النتيجه زوينه، راه عطات كميه بزاف، راه عطاتني تقريبا كيلو كيلو. انا حطيت لكم هنايا غير طبيصل صغير باش تشوفوا. ها هي الهريسه ديالنا، ها هي عطاتني 4 ديال هذا، 4 ديال القراعي. وهنايا ها هو الحار اللي رقدنا مع الثومه، مع ورقه سيدنا موسى، مع اليازير، مع زويته بلديه. هادو هما دوا البرد. بالنسبه للبرد هو جاي، وكنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه.